متطلبات مدارس دار المعارف الخاصة. أهلا بكم مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي. هنشتغل النهاردة مع بعض الدرس الثالث، الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة. احنا دلوقتي المفروض ان احنا ندرس يعني ايه كميات فيزيائية. لقينا ان الكميات الفيزيائية دي عندي بتتقسم نوعين، عندي كميات فيزيائية قياسية وكميات فيزيائية متجهة. يبقى احنا خدنا الكميات الفيزيائية اللي موجودة عندنا وقسمناهم في مجموعتين، أول مجموعة سميناها قياسية وتاني مجموعة سميناها متجهة. طب تعالوا مع بعض نعرف الفرق بين الاتنين. يعني ايه كميات فيزيائية قياسية؟ هي أي كمية أكون مش محتاجة لتعرفها غير مقدارها بس، مقدارها بس يكفيني، مش محتاجة أعرف معاها أي حاجة تاني. فيبقى الكميات الفيزيائية القياسية هي كميات فيزيائية يكفي لتحديدها معرفة مقدارها فقط. طيب زي ايه؟ ادونا امثلة. تعالوا ناخد مع بعض امثلة. زي الكتلة، انا مش محتاج اعرف عن الكتلة غير المقدار بتاعها، يعني يكفيني جدا ان انا اقول ان الحاجة اللي عندي دي مقدارها 5 كيلوغرام. زي الطول، الطول مش محتاج اعرف غير الرقم بتاعه 10 متر مثلا. او الزمن، يعني اقول ان انا خدت المشوار ده في حوالي 3 ساعات، يبقى انا مش محتاج اعرف فيهم غير المقدار بس. امال الكمية التانية او النوع التاني، الكمية الفيزيائية المتجهة، ودي بتبقى محتاجة انا اعرف مقدارها واتجاهها كمان. عدم معرفة اتجاهها يبقى انا معلومة عندي ناقصة. طب ناخد لها امثلة زي الكرة. اتجاه الكرة لو اختلف هتغير لي تأثير الكرة، زي العجلة، زي السرعة المتجهة، وكميات تاني كتير. الكميات دي محتاجة عشان اقدر اعرفها ان انا اكون عارفة مقدارها واتجاهها كمان. لو اتجاهها ما كانش موجود يبقى التعريف بتاعها تعريف ناقص. طب تعالى ناخد مثال للكمية القياسية زي المسافة. المسافة عندي ببقى مش محتاجة ان انا اعرف اتجاهها، لان المسافة بيبقى مسار الفعل من نقطة البداية لنقطة النهاية. انا بشوف الجسم ابتدى ايه، راح فين، لكن مش محتاج ان انا اعرف اتجاهه كان ماشي ازاي. بعكس الازاحه، الازاحه دي من امثله الكميات المتجهه، ببقى محتاج ان انا اعرف هو ماشي ازاي، وده بيتم عن طريق ان هو بيكون اقصر خط مستقيم بين موضوعين من نقطه البدايه لنقطه النهايه. ولازم نفرق كويس بين كلمه ازاحه وبين كلمه مقدار الازاحه. مقدار الازاحه يبقى انا عايز اعرف هو مقدارها قد ايه، فبالتالي بشوف الطول بتاعه قد ايه بالظبط، الخط المستقيم اللي اتحركه الجسم بين موضعي. نخلي بالنا من ملحوظه مهمه جدا عشان الملحوظه دي بتتكرر كتير في الامتحانات، ان انا لو انا عندي امتى الازاحتين يكونوا متساويتين لازم يطبق عليهم شرطين. اول شرط هيكون لهم نفس المقدار ونفس الاتجاه، لان الازاحه كمان متجهه، يبقى لازم يكون لهم نفس المقدار ونفس الاتجاه. اجابه واحده تعتبر الاجابه غلط. هندرس مثال تاني للكميات المتجهه، السرعه المتجهه. السرعه المتجهه ان انا بشوف الازاحه المقطوعه خلال وحده الزمن. يجي حد يذاكر كويس يقول لي احنا خدنا قبل كده ان السرعه المسافه خلال وحده الزمن، دي كان بنقول عليها سرعه قياسيه. لكن لما بتكلم على السرعه المتجهه يبقى انا بتكلم على الازاحه خلال وحده الزمن. ولو رجع غلط في القانون بتاعي يبقى السرعه المتجهه بتساوي الازاحه على الزمن الكلي. نتكلم بقى مع ملحوظه مهمه، ان وحده قياس اي سرعه هي متر كل ثانيه او كيلو متر كل ساعه. احنا كده خدنا انواع مختلفه من السرعه، خدنا سرعه قياسيه، خدنا سرعه متجهه، خدنا سرعه منتظمه، خدنا سرعه غير منتظمه، خدنا سرعه متوسطه، خدنا سرعه نسبيه. اي نوع من السرعه وحده قياس، اما متر كل ثانيه لو كيلو متر كل ساعه. طيب تعالوا ناخد مع بعض تطبيق حياتي بنستخدمه في حياتنا، نشوف اللي احنا بندرسه ده اقدر استخدمه ازاي. بنلاحظ ان الطيران لما يجوا يقوموا برحلاتهم الجويه لازم يكونوا محددين السرعه المتجهه بتاعت الرياح.
طب ليه؟ يعني على اساس هيحددوا كمية الوقود عشان يقدروا يستكملوا الرحلة، لان لو كانوا بيتحركوا في نفس اتجاه الريح اكيد كمية الوقود هتكون قليلة، لان الريح بتساعد على الحركة. لكن لو بيتحرك في عكس اتجاه الريح هيحتاج لكمية وقود اكبر عشان يقدر يقاوم الاتجاه المضاد للريح. وبكده نكون خلصنا مع بعض الدرس الثالث، يا رب نكون استفدنا منه كويس، يا ريت نراجع عليه ونحل الاسئله اللي موجوده معاه، ونشوفكم على خير الدرس القادم باذن الله.